السلام عليكم، تحية طيبة أعزائي المتابعين. هذه هي الأرصفة الخمسة، هنا أنا راح تنشأ. حطيكم معلومات فنية حسب ما ذكر لي قبل قليل المهندس المشرف على المشروع. أبقوا ويانا. أعزائي المتابعين، خلي نبدأ من موضوع الحفارات. من أجينا ردنا نسوي أرصفة، لازم نسوي بعد الكاسر الشرقي والغربي حتى يصد الأمواج، لازم نسوي سداد صخرية. هاي السداد الصخرية تهيئ لساحة الحاويات وتهيئ للأرصفة. هذا اللي تشوفوه بالجانب الآخر، يعني بعمق الصورة، وين هذا الكرين الأخير؟ هذه السداد الصخرية اللي بدأ الطمر بها، تعنى بمشروع المشاريع الخمسة، أحد المشاريع الخمسة اللي هو ساحة الحاويات، طمرها كامل بذاك الجانب اللي هي ساحة الحاويات للأرصفة الخمسة. خلنا بدينا نعطيكم فكرة على الحفارات. هذه الحفارات حفارتين، هذه حفارة جاي تشتغل، وحفارة أخرى بالعمق أيضا جاي تشتغل، جاي تحفر واجهات الأرصفة. هنا الأرصفة، شوفوا هنا راح تنزل الركائز بالمخططات، هنا راح تنزل الركائز. هذا الشريط أو هذا المد الحجري طوله 1800 متر، راح يجون 5 أرصفة هنا بهذا المكان. الخمس أرصفة يعني من هذا السد الصخري تنترك 300 متر، وبعدها تبدي الأرصفة الخمسة. شنو جاي يسوون هسه؟ يعني حتى نعطيكم، نحصل إشارة نعطيكم معلومات أكثر. هسه شوية رجعت الإشارة، عذرا يعني على البث، سوء الخدمة هنا سيئة جدا. خلي نبدي. هذا الشريط طوله 1800 متر، راح يتركون 300 حسب المواصفات من هذا السد الصخري، هذا اتجاه 300 متر، بعدين راح تبلش الأرصفة. هذه السداد الصخرية المشروع القديم، أحد المشاريع الثلاث القديم، اجت الآلة طبعا مسحوا الألغام حتى ما ننسى هاي المرحلة. هاي هنا قبل سابقا كان كلها ألغام، بها ألغام بحرية كلش هواية بسبب الحروب، فاجت هذه الآلة بعد أن تم إزالة الألغام اللي يشوفوها. فحصة التربة هنا كانت موجودة، فيديوهات سابقة يقدرون يشوفونها موجودة، فإجت هنا فحصة التربة وثبتت التربة حتى تشوف الكواليتي مال التربة من ينزل الاسمنت. يعني من ضمن الشروط ومن ضمن المواصفات لازم هذه العملية موجودة. بعد هذه العملية أن فحصوا التربة وثبتوا التربة، اجت الحفارات. هاي الحفارات يطلقون عليها أن تحفر واجهات الأرصفة أو خندق الأرصفة، وبلشت من فترة هي تحفر واجهات الأرصفة. هذه حفارة واحدة وهذه الثانية. أخوان الأخوان المشككين دائما ينتقدون بمفردات والفاظ، مع احترامي لهم وجل احترام، يجوز ما فاهمين الفكره واصلت لهم غلط، يصورون بين مشاريع والشغل متوقف. اخوان هذا الشغل بالبحر مو على اليابسه، وهذا الشغل خطوه ستيب باي ستيب، خطوه بعد خطوه، مو بهالسهوله اخوان، مو بهالسهوله انت تجي تنشئ ارصفه داخل البحر. هذه هسه تحفر واجهات الأرصفة مثل ما ذكرنا. بعد هذه المرحلة أن يتم حفر واجهات الأرصفة، راح تبلش تنزل الركائز هنا تحديدا، وذكرنا بفيديوهات سابقة حاليا الشركة جاي تسوي أعمال التست، أعمال التجريبية لدق الركائز حتى تحصل على معلومات
احتمال غير مطابقة للمعلومات الموجودة بالعقد، احتمال غير يعني أخذوا قراءات من هذا المكان وراحوا سووا تيست قريب على الأرصفة يعني بظهري تقريبا حتى يسوون مقارنة بالمعلومات حتى يحصلون على نتائج اللي يقدرون يتعاملون وياها من تنزل الركائز. هذه المشاريع وهاي الأعمال هي ضمن المشاريع الخمسة إخوان اللي ذكرون دائما بأن العمل متوقف. هذه المشاريع ضمن المشاريع الخمسة اللي وضع لها حجر الأساس 11/4/2021. أيضا كثير من الأخوة اليوم أجيب يعني أريد أجاوب على كل الأسئلة يذكرون بأن دائما تطلعون بس سدات صخرية بس سدات صخرية، مو هي الأساس سدات صخرية، الأعمال المدنية يعني هي السدات الصخرية. طبعا هنا من تزال الركائز بهذا المكان زامن ويا النفق الأعمال المستمرة حاليا، ويزامن ويا الطريق السريع، ويزامن ويا الطمر مال ساحة الحاويات كلها ضمن المشاريع الخمسة، ويزامن ويا عمليات الحفر اللي هادي تشوفوها. وهذا الموضوع أخوان تنفيذ هذا المشروع أو المشاريع الخمسة والمشاريع اللي انتهت الثلاثة سابقا هذا ما له علاقة بطريق الحرير. يعني الأخوان اللي ما فاهمين الفكرة أو الأخوان اللي فاهمين الفكرة، هذه تنفيذها ما له علاقة. موضوع طريق الحرير والضجة اللي صايرة على طريق الحرير حسب وجهة نظر الحكومة المركزية، يعني الخبراء الاقتصاديين المتخصصين بالعراق هم اللي يحددون البلد يمضي بهذا الشيء أو ما يمضي. إخوان ماكو دفن حاليا، خلاص انتهت هاي مرحلة يسألون على دفن، ماكو دفن إخوان، ماكو دفن ماكو دفن. أي واحد عنده شك سابقا ولاحقا دائما نذكر عنده شك بأن ماكو أعمال، العمل متوقف، يريد يطلع على المعلومات مثل ما أجوا الأكاديميين المختصين سابقا واطلعوا، وأيضا كانوا عندهم شكوك واطلعوا وصوروا من داخل الميناء. أيضا الدعوة حسب ما ذكرت إدارة الشركة والوزارة الدعوة مفتوحة أمام الجميع، أمام الجميع دعوة مفتوحة. هذه هي الحفارات تحفر واجهات الأرصفة الخمسة، بعد أن تكمل الحفارات راح نتحول إلى مرحلة تنزيل الركائز. تنزيل الركائز هنا تحديدا الرصيف الواحد حسب ما فهمت من المهندس المختص 350 متر الرصيف طوله الواحد، يعني الرصيف الواحد طوله 350 ويمتد خمس أرصفة باتجاه العمق، يعني اللي هنا أنا يوصل للسفينة هذه اللي طابقة آخر شيء واقفة. إخوان شركة دايو هسه يجون جماعة يقولون مو هذه حفارات كذا منشأها وهذه، إخوان شركة دايو شركة مقاولة من حقها تتعاقد ويا الشخص اللي أي شركة تعجبها تتعاقد وياها، بالتالي هي مقاول لدى الحكومة العراقية تنفذ مشاريع فقط. إخوان هذه المشاريع الخمسة، الإخوان يسألون على نسب الإنجاز، المشاريع الخمسة وضع لها حجر الأساس 11/4/2021، 11/4/2021، وهذه المشاريع يا إخوان مشاريع سيادية، يعني تنفذها الحكومة العراقية بأموالها، لا استثمار ولا تشغيل مشترك، تنفذها بأموالها، يعني الحكومة هي اللي